السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كوكين ويت سيهام. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله كيف ما عودتكم غادي نحضروا وصفه جديده، شوربه السمك والدجاج، تجي رائعه ولذيذه وسريعه التحضير. خليكم مع المكونات. عندي سمك ابيض مقطع مكعبات صغار، جزر مقطع على هذا الشكل طولي رقيق، بورو مقطع مكعبات صغار، تحتاجو الكروفيت، عندي الدجاج مقطع، الهبره ديال الدجاج مقطع مكعبات صغار، بطاطا واحدة متوسطة الحجم، صوجة والزبدة. بالنسبة للتوابل عندي البزار الأسود والملح، وعندي الشعرية الصينية. طنجرة غادي نوضع الزبدة، غنخليها شوية حتى تذوب. غنضيف ليها البروم بعد ما قطعته مكعبات صغيرة كما تلاحظوا. بعد ما خليته واحد شويه غادي نضيف عليه الدجاج مقطع مربع هكا طريفات صغار. بالنسبه للدجاج عندي 100 غرام. وغادي نضيف البطاطا حتى هي مقطعه مربعات صغيره. غنخلي كلشي يتشحر مزيان. غادي نضيف لهم شويه الملحه وشويه البزار. وغادي نخلي كلشي تتشحر مزيان، من بعد غادي نمر باش نضيف له الماء. من بعد ما تشحروا ليا جميع المكونات اللي ضفت، غادي نضيف يترو ديال الماء، يترو وربع. وهنا ها الربع الاخر اللي زدت البنات، يطرو بمجموع يطرو ربع. غادي نخلي الطنجره نسد عليها ونخليها حتى تغلي على خاطرها، يطيب ليا الدجاج والبطاطا. نمر باش نرقد الشعريه الصينيه في ماء غليان، وغادي نخليها جانبا. وغادي نرقد حتى قشور الكروفيت اللي قشرت، تعطي واحد لوكو رائع البنات، ونخليهم جانبا حتى يتلقوا. عاد نمر باش نوريكم اش نديروا بهم. نخليهم جانبا. هنا البنات من بعد ما طابت لي البطاطا والدجاج، غادي نحيد البطاطا بوحدها. غنعزل البطاطا كاملة اللي عندي في الطنجرة. البنات كيف ما تلاحظوا، بعد ما عزلت البطاطا غادي نمر الان باش نطحنها. نضيف لها شويه المرق من الطنجره باش تجيني ساهله باش تطحن ليا دغيا كيف ما تلاحظوا. Thank you.
تجي على هذا الشكل بوري. غادي نضيفها للمرق. دور البطاطا هنايا هو هي اللي غادي ندورو بها الشوربه ديالنا، هي اللي تتخلي الشوربه تجي عقده بلا ما نديرو النشا او نستخدمو شي حاجه اخرى. الدقيق تنضيفو البطاطا، البطاطا هي اللي تتخليها كما قلت لكم الشوربه ديالنا تجي عقده. غنستمر نحركها مزيان حتى تتجانس لي البطاطا مع المرق، ومن بعد غادي نضيف ليها الجزر اللي قطعته رقيق على شكل طولي، ونضيف الكروفيت، وغادي نضيف عليهم السمك الابيض هبره مقطع مكعبات صغار، اي نوع تتفضلوه ومولفين تستخدموه ديروه. هنا غادي نصفي هذا الماء اللي رقدت فيه القشور ديال الكروفيت، وغادي نضيفه من بعد للطنجرة. هذا المرق هذا ديال القشور ديال الكروفيت يعطي لذة، تزيد اللذة للشوربة. كيف ما تنعرفوا الان قشور الكروفيت ما بقيناش شارميهم، تنستعملوهم استعمالات عديده في المطبخ. بالنسبه للشعريه الصينيه، من بعد ما شربت ليا هذاك الماء اللي رقدتها فيه وتنفخات، غادي نمر وغادي نقطعها على هذا الشكل بالسكين كما تلاحظوا، باش ما تجيناش خيوط طوالين في الشوربه. غادي نكمل الكميه اللي عندي، غادي نقطعها ونرجع معاكم. من بعد ما قطعت الشعرية الصينية كيف ما تلاحظوا، غادي نضيفها للطنجرة. وغادي نضيف لها جوج معالق كبار ديال صلصة السوجة. غادي نحركو كل شيء، من بعد غادي نضيف ليها تقريبا معلقه كبيره ديال القزبر، قزبر ومعدنوس، ونخليها تغلى واحد 5 دقائق ونطفي عليها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا، تجي البنات لذيذه لذيذه ما نقول لكمش. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم وبالصحه والراحه. بالنسبه للتقديم انا رافقتها مع السيكار، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، وخليت لكم راحه الله ومع السلامه.